الحمد لله بعد تم الاغلاق ديال السوق من طرف الجائحه ديال كورونا صابوا بعض الاخوان عندنا هنا في السوق خمسه هما تم الشفاء ديالهم دازت المده ديال 20 يوم تم افتتاح ديال السوق من جديد على احسن ما يران. بعد ما غلقنا درنا التعقيم عقمنا اكثر من 6 ولا 7 خطرات عقمنا مزيان تم الاصلاح ديال جميع المحلات من جديد كالصباغه كالتعقيم كالصيانه الحمد لله تم افتتاح من جديد. اليوم الاثنين تقريبا 70% ديال المحلات التجاريه هما مفتوحين وانتم كتشوفوا بقى 30% قيد الصيانه ان شاء الله ملي تكمل الصيانه ديالهم 30% راه كلهم غيحلوا وعلى كل شيء بخير وعلى خير. الحمد لله دابا المعايير اللي كناخذوا هي الانسان يبقى بعيد على بعضياته بواحد المترو التعقيم ضروري منه تضافر الجهود ديال رئيس مقاطعه انفا والباشا قائد المنطقه كان كل شيء بخير وعلى خير كانوا على قدم وساق على باش ما تكون لا عراقيل لا والو والحمد لله ما كان حتى شي حاجه الاقبال شويه قليل ولكن كنطلبوا من الساكنه ديال مقاطعه انفا مرحبا بها هانتوما كتشوفوا السوق ها هو مفتوح على جميع الابواب ديالو مفتوحين مرحبا بجميع الساكنه ديال انفا باش يتعرفوا على السوق باللي راه تفتح وبالجهود ديالكم انتم كصحافه كتعاونونا باش تعلموهم باللي السوق راه تفتح غيكون ان شاء الله اقبال من جديد عاوتاني ويكون احسن. في الاول كانوا لقاو شي حالات هنا قدام راه سدوا لينا حيتاش لقاو ذاك المرض ودابا راه ملي حلينا قال لك ديروا احتياطات ديالكم وهما بنادم يبقى مترو بعيد على بنادم والكليان ديالك الا شتي ديما انت قاد نقي ديالك عطاونا ذاك باش دير الدواء وتعقيم وداك الشيء جاو عقمونا مزيان صراحه وحنا دابا خدامين بخير الحمد لله كاين الرواج فين بنادم شويه باقي مخلوع ولكن حنا جاو عقمونا الحمد لله داك الشيء بخير ولكن باقي شويه الخوف راه القضيه شويه عيانه دابا يومين باش حلينا بنادم باقي مخلوع شويه ما اكثر الكليان ديالك كتسربيهم على برا. السبب اخويا اللي خلى السوق باش يتغلق هو واحد الحاله ديال كورونا اللي بانت عندنا في المارشي والحمد لله مشى وهذيك الحاله كانت بسيطه وملي وقع هذه المشكله دي دخلت السلطات وداك الشيء باش يغلقوا لنا غلقنا المارشي باش داروا لي التعقيم ديالو داروا لي داك الشيء وداو كل شيء الخدامه ديال المارشي المهم المحلات الخدامه كل شيء داوهم داروا لهم التحاليل ديالهم وداك الشيء الحمد لله كل شيء خرج مزيان الا شي حالات قلال ولكن الحمد لله هذا الشيء جاري بالعمل دابا مع هذا المرض هذه الجائحه هذه راه كل شيء دابا الدراري راه خرجوا راه بخير وعلى خير ايوا دابا الحمد لله حنا استانفنا العمل ديالنا اللي دخلت السلطات وداك الشيء فرضوا علينا باش عطاونا الصباغه من عندهم من جامعه دخلت جامعه عطاونا الصباغه عطاونا الناس اللي كيصبغوا ايوا تعاونوا معنا واش حنا سيقنا قادين الامور فرضوا علينا داك الشيء ديال التعقيم وجدنا التعقيم ديالنا وداك الشيء دايرين التباعد نقصنا من الخدامه دابا ولا خدام والمعلم جوج باش يكون داك التباعد والكليان بعاد شويه ايوا هادشي اللي كاين نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يسهل الامور وتدوز الامور بخير على خير وترفع علينا هذه الجائحه هذه وكنشكروا السلطات اللي سهرت على هذا السير ديال هذه الجائحه وكنشكروا سيدنا الله ينصرو المجهودات كامله اللي دار كيرجع ليه الفضل على هذه المجهودات اللي دار باش ان شاء الله نخرجوا من هذه الجائحه.